this morning I had a mental breakdown, emotional breakdown. روان بن حسين تفجع بوفاة والدتها وتعتذر من ابنتها وطديقها. أمي وايد تعبانة، صار لها أسبوعين في induced coma، تسمم بالدم، وصار بعدين عندها فشل في الرئة وبداية فشل في الكلى. الحمد لله داركوا الموضوع، بس للحين her lungs يعني are not working very well. فجعت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين بوفاة والدتها، وشاركت الخبر الحزين مع المتابعين بتغريدة ترحمت فيها على والدتها، ودعت أن يصبرها الله هي ووالدها وأخواتها على فراقها، فيما وجه الجمهور والمشاهير التعازي لروان بعدة تعليقات دعموها فيها وأثبتوا وجودهم قربها ودعوها للصبر دائما، لأن الحياة ستمر والحزن سينجلي. كأي إنسان طبيعي أول الأيام تحاول أنت تتصبر وتقول ندعي الله ونقرأ القرآن وإن شاء الله حتتحسن حتتحسن، بس at a certain point لما تشوف it's been too long ولسه أمي ما صحت تعبت. وفي هذا السياق فإن والدة روان بن حسين هي سيدة كويتية من أصل أردني، توفيت بعد تفاقم وضعها الصحي بسبب الفشل الكلوي والحاد وفشل في الرئة، وكانت قد توجهت روان إلى جمهورها بطلب الدعاء لوالدتها مؤخرا بأن يشفيها. الأم غالية، تذكر our last year interview كيف حكيت عنهم؟ أنا أشوفهم الدنيا كلها. ومن ناحية أخرى كانت قد حلت الفاشينيستا الكويتية ضيفة على أحد البرامج منذ مدة، وخلال لقاء فاجأت الجمهور بتصريحات تحدثت فيها عن حياتها الخاصة وعن ما حدث في فترة طلاقها من زوجها الليبي محمد، وأكدت بأنها ليست ضحية أحد بل ضحية نفسها، وفاجأت الجميع باعتذارها من زوجها وابنتها.